وكانت الأحوال والحكايات كلها صادقة. سمع شيخ سمع ثم قام الإسناد العاشر. لما قال الإسناد العاشر فقال أنا القاضي سيكون أنا الطائر فأحكمنا كلهم لا يستون من يصيبون. أنا القاضي يحرمنا أن لا يخطئون لأنهم هم البشر. فلنا فيها هذا ما يسلم ولقد عدنا إلى آدم من قبل فنسيه نسي آدم عليه السلام. إذا عجزت أو يخطى فيحتاج إلى التذكير بس. المذاكرة ليست المؤاخذة أبدا. فنزق كل الأحباب وندعو لهم الله يربيهم ويربينا إن التربية تدعى أبدا. التربية تدعى أبدا. ثم أمر الرابع لإجتماعية الناس وإجتماعية القلوب. الأمر الرابع المشورة. المشورة هذا يعني سبب الأساسي لإجتماعية الناس لإجتماعية القلوب. ليس فقط المشورة لتنحل المشكلة لا، المقصد المشورة ينشأ الذكر استقامة الدين في جميع قلوب الناس. ينشأ الفكر لإقامة الدين. كيف يقام الدين عز وجل في العالم على مستوى العالم؟ فلهذا المقصد المشورة. فالمشورة هذا الأمر الاجتماعي مثل الصلاة. الصلاة أمر اجتماعي. الصلاة أمر اجتماعي. فهذا المشورة. ثم الله عز وجل بين المشورة في الصلاة في القرآن مع الصلاة. الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. ما هناك الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا الجهاد. الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة فأمرهم شورى بينهم. هدية المشورة. المشورة في القرآن مع الصلاة والمشورة لترتيب الصلاة. المشورة لترتيب الصلاة. الإمام واحد وهو يقتدى. فإذا يقطع الإمام في القراءة أو في ركن من أركان الصلاة فهناك يفتح عليه للمأموم. أخطأ هو أو زكية في القراءة وفي أثناء الصلاة. ولكن من يسعى عليه من يسعى عليه الذي يشارك في الصلاة عند الأحناف إذا يسعى عليه خارج الصلاة ويقبل فتبسط صلاة الجميع عند الأحناف. لأنه خارج الصلاة ويسعى عليه من خارج الصلاة لا في الجولات ولا في الخروج ولا سنوي ولا شهري ولا يومي. هو خارج الجماعة ويسعى عن الإمام. فلهذا يحرمنا
المشورة في الجهد، وإلا تكون المشورة كالدعبة الذي ينتهي ثم يستفيد، الذي ينتهي ثم يشير، الذي يستعد ثم يجيب ويستعد ويستجيب. فهناك يلهم الامر بالصواب، وانهم لا يعلمون لماذا اجتمعنا في البشره فما هو المقصود، لان امور الدعوه تلهم بالبشره تلهم بالجهد، الامور الدعوه تلهم بالجهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الشيخ الياس رحمه الله كان يقول الله سبحانه له وجعل وبين هنا السبل، الدين السبيل قل هذه سبيلي، ولكن هنا بين السبل معناه في كل زمان جميع الامور لاقامه الدين تلهم على المجتهد أن يهدي في هذا السبيل، فالله سبحانه يهدى عليه جميع سبل الخير. الله يهدى عليه جميع سبل الخير. فهذه الدعوة تلهم أمورها ومقتضياتها إلى يوم القيامة، ولكن لا تلهم إلا بالجهد. الصحابي قبل من الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه قبل من الأذان كيف لا يستمع للصلاة؟ في البداية كان بلال رضي الله عنه كان يذهب بيتا بيتا، الصلاة 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 ينادي من يوم للصلاة بيتا بيتا قبل بدء الأذان. والصحابة كانوا متفكرين كيف نجعل الناس، فهناك هم قدموا الآلات الإذاعة. اسمعوا توجه الآلات الإذاعة، نستعمل الناقوس، نستعمل الشبور، نضرب الطبل، لأن هذا يجتمعوا ونوقد النار بالدخان يجتمعوا. قال هذا الناس طريق المجوس، وهذا الشبور طريق اليهود، وهذا الناقوس طريق النصارى، سلك هذا كله ما قبل السحابة هو بعض هذه الآلات وما قبل هذا، قال هذا الطريق الأغيار. فلهذا الشيخ إلياس رحمه الله كان يقول مهما نبتعد ونبعد الآخرين من آلات والأجهزة من هذه الآلات والأجهزة التي إذاعة الباطل خاصة، مهما نجتنب من هذه الآلات فتأتي نصرتها عز وجل، لأن نصرتها عز وجل في اقتداء السنة، العمل الذي يقرب إلى السنة فبها نصرتها عز وجل. لهذا هذه الآلات الإذاعة، إيميل، إنترنت، هذه الأشياء ما نستعمل أبدا لأن هذا خلاف التلطف،